أو دكتور علي، إذا ما تحدثنا عن الخلافات الإسرائيلية الأمريكية والخلافات الإسرائيلية الداخلية التي كل يوم نسمع عنها، هل باتت مزحة لأن الواقع لا يعبر عن هذه الخلافات؟ يعني أنا بتقديري هذه الخلافات لا تؤثر على القرارات بشكل حاسم. يعني حتى عندما سمعنا دانيال هاجاري وهو الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي الذي قالها بكل صراحة أمام شاشات التلفزة الإسرائيلية وكل الإعلام الإسرائيلي، قال من المستحيل القضاء على حركة حماس، ثم قال أضاف بتصريح وبيان آخر قال بأن الجيش الإسرائيلي قد قضى على معظم قدرات حماس العسكرية، بمعنى لم تعد هناك أهداف، انتهت الحرب بالنسبة إلى دانيال هاجاري. وهذا دانيال هاجاري هو جنرال إسرائيلي كل يوم يخرج ببيان أو بتصريح وكل بيت إسرائيلي ينتظره، رأينا ذلك من دانيال هاجاري. ولكن هل أثر هذا الانقسام؟ تمرد يوقف جلنت على نتنياهو وصوت ضد نتنياهو في الكنيست، هل هذا أثر على قرار الحرب؟ أنا بتقديري الخلافات والانقسامات الداخلية الإسرائيلية لم تؤثر على قرار الحرب، بل بالعكس رأينا سموتريتش ماذا قدم. سموتريتش تم تسريب تسجيل صوتي له بأنه ذهب إلى خطة من أجل ضم الضفة الغربية والسيادة الإسرائيلية المدنية للضفة الغربية، وقال أن هذا من أجل منع قيام دولة فلسطينية. أما على المستوى العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، يا جماعة هناك تحالف استراتيجي بين أمريكا وإسرائيل. أمريكا على مدى 9 أشهر تقدم كل أنواع السلاح وكل أنواع الدعم العسكري، ويأتي نتنياهو بعد ذلك يتباكى ويقول أن بايدن قد حجب عنه شحنات الأسلحة. يعني نتنياهو يريد قنابل، كل قنبلة تزن 2 طن، من أجل أطفال غزة وقتلهم وتدميرهم، وكأن نتنياهو يقاتل بجمهورية غزة الديمقراطية الشعبية العظمى بمساحة 365 كيلومتر مربع. إذن هذه كلها أكاذيب سياسية، هذه فقط من أجل الإعلام، من أجل البروباغندا. نتنياهو أقحم نفسه حتى في الانتخابات الأمريكية وقال بأنه يحمل مسؤولية هزيمته في غزة إلى بايدن الذي منع شحنة الأسلحة عن إسرائيل. بايدن جاء إلى تل أبيب ثاني يوم للحرب وقال لو لم تكن إسرائيل موجودة لأوجدناها. جاء أنتوني بلينكين وقال أنا يهودي وأنا صهيوني. وبالتالي كل تصريحات نتنياهو هي تأتي في إطار الاستهلاك المحلي، الإعلام المحلي. نتنياهو ذاهب إلى الحسم العسكري وذاهب إلى القتل وإلى مزيد من المجازر. بالأمس كانت هناك مجزرة في مخيم الشاطئ، ثم كانت هناك مجزرة في المواصي. يا جماعة المواصي هي منطقة آمنة، نتنياهو قصف المواصي حيث مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. تخيلوا يعني اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي ساهمت في نقل أكثر من 100 أسير إسرائيلي في الهدنة الأولى من حركة حماس، تم قصفها في منطقة المواصي التي تعتبر آمنة، وقتل 25 شهيد وإصابة 50. أنا بتقديري أن لا صفقة تبادل أسرى، وأن نتنياهو كان واضح بالمناسبة يوم أمس في مقابلته مع القناة 14 اليمينية المتطرفة، وبالمناسبة هذا أول لقاء تلفزيوني لنتنياهو أو أول مقابلة تلفزيونية منذ 9 أشهر، نتنياهو أعلنها بشكل واضح لا لصفقة تبادل أسرى ولا لوقف الحرب، بمعنى أنه يريد اتفاق جزئي مع حركة حماس. الراجل بده يأخذ شوية هالمدنيين ويأخذ كبار السن ويروح، والجنود والضباط غير معني أصلا، نتنياهو غير معني بكل الأسرى، ولكن أمام ضغط المظاهرات يريد على الأقل أن يعيد باتفاق جزئي، هكذا قال. ولكن بماذا ردت حركة حماس؟ حركة حماس كانت واضحة في بيانها الصحفي، لا لأي صفقة تبادل أسرى، لا للمفاوضات ولا للتفاوض، إلا بشرط واحد، وقف شامل للحرب، إعلان إسرائيل بتعهد خطي. يعني نتنياهو يجب أن يكتب بخط إيده ويوقع تعهد خطي وضمانات دولية بأنه لن يعود إلى الحرب مرة أخرى. أنا بتقديري صفقة تبادل أسرى في هذه أو في ظل هذه المعطيات لا نتحدث عنها، ولكن دعنا نعود أخي الكريم إلى الميدان. الكلمة هناك، الكلمة في غزة، في جباليا، في حي التفاح، في الصبرة، في الزيتون، في دير البلح، في المغازي، في البريج، في خان يونس، في رفح، في الشبورة، في مخيم يبنى، هناك الكلمة، هناك المعطيات على الأرض. المقاومة عنيفة، وبالتالي المقاومة الفلسطينية هناك تشكل أنا بتقديري فارق كبير في الضغط على نتنياهو. أما اللي قاعدين بيعولوا على بايدن وعلى أنطوني بلينكين والمجتمع الدولي والقانون الدولي،
انتهى كل هذه المسميات بالنسبة لنتنياهو غير موجودة. حتى بايدن، نتنياهو تمرد على بايدن. وبالتالي أنا بتقديري، دعنا نعود أخي الكريم مرة أخرى والسادة المشاهدين، دعونا نعود إلى الميدان، إلى غزة، إلى رفح، إلى خان يونس، إلى دير البلح، حيث المعارك الطاحنة التي ربما تشكل فارق كبير في الضغط على نتنياهو وانسحابه وعودته وجيشه إلى تل أبيب. دكتور علي العور، الخبير في الشؤون الإسرائيلية وأستاذ حل النزاعات الإقليمية والدولية، أشكرك بشدة على التواجد معي في هذه الحلقة، وأشكرك على كل هذه الإفادات. مشاهدينا الكرام، المنتصف لا زال مستمرا، ونذهب إلى الملف السوداني وتداعيات معارك سنار منذ صباح اليوم، ولهذا أكثر بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.